Давай-то! الكرة على الجهة اليسار، محاولة موجودة عند فابيو سيزر، سيزر وقوع وصافرة مخالفة، ضربة حرة مباشرة. ريان استعداد ثلاثي حائط الصد وكرة ملعوبة.
الأول عبد الله طالب ينجح، النجم المميز، النجم المميز في الموسم الماضي عبد الله بلس يسجل الهدف الأول لصالح الريان. عبد الله كان مميز في الموسم الماضي، يقول حاضر بنفس الامتياز في هذا العام. عبد الله يسجل أول الأهداف، عبد الله عفيفة هدف أول لمصلحة الريان. شوف الكرة مرة ثانية، عبد الله نجح في اختطاف الكرة وتسجيلها في شباك الملك القطراوي. بعد أن سمح كيو اس ال بأن طبعا ناخذ الشاي ونريح الحنجرة، تنازلوا لنا بالشاي. هذه الكرة الآن فيها هدف ثاني، الهدف الأول في أول موسم في أول مباراة مع الريان. نيلمار يسجل الهدف الأول، أول هدف الريان، تقدم رياني إذن جديد بشوط المباراة الثاني. بعد أن تقدم الريان أولا بواسطة عبد الله الطالب، الآن نيلمار يسجل الهدف الثاني. ليست كذلك على الإطلاق، الريان هو الأفضل، الريان هو من يعرف أن يتعامل مع المباراة، ولكن قطر الآن عند تعامل جديد، وبالفعل يسجل من هدف أول. رزاق يبغاها من الله من شوط المباراة الأول. يبغى um abraço aí, Raia começou aí com dificuldade, mas vamos que vamos, vamos melhorar. Um abraço.